الأهلي يتألق في الشوط الثاني ويهزم غزل المحلة بثلاثية نظيفة مع الرقفة. الهدف الأول أحرزه محمد شريف في الدقيقة 49، تمريرة ولا أروع وتحرك رائع من محمد شريف، وانهاء بصورة جميلة جدا برجله الشمال من فوق حارس المرمى. هدف الثاني كهربا في الدقيقة 69، كرة عرضية حطها شريف برضو في العارضة وتابعها كهربا داخل المرمى. والهدف الثالث في الدقيقة 80 من محمد شريف، كرة طويلة قفشة. طبعا الكرة دي حارس المرمى طلع سهل المأمورية لقفشة.